مساء الخير جميعا، يعطيكم العافية. اليوم بدي أشرح على شغلة موجودة بالأورك الياماها 3000، بجوز مش الكل بيعرفها، إنما هي شيء بالنسبة إلي مهم وممكن يكون مهم للجميع، اللي هي إضافة أصوات بشرية على الأورك. ممكن تعملها كورس على أساس إنه في ناس انت عم تعزف بفرقة وعم برد وراك فرقة، ثلاث اربع اشخاص خمس اشخاص، انت بتقدر ترتبها زي ما بدك. هلا الفكرة انه في عنا كبسات موجودة بالأورج اللي هي المالتي باد كنترول. اذا حولنا هيك صورنا عليها، عنا هدول الاربع كبسات اللي هن مالتي باد كنترول. لو اجينا كبسنا على اول واحدة، تعال ننسى أيام اللي راحت، مثلا خلينا نوقف هالتانية. تعال ننسى يا قلبي، انت بإمكانك أي إشي تسجله. تعال ننسى يا روحي، يعني ممكن لو حطينا أغنية تانية، مثلا ممكن نتعلم كيف ممكن نضيف هذه الأصوات على الأورج. هلأ إحنا لازم نعرف إنه هدول الأصوات هن بصيغة الويف، الفورمات تبعهم ويف، ومش أي ويف بقراها الأورج. يعني أنت مجرد حطيت ويف على اليو اس بي، مش أي ويف بقراها الأورج. الأورج بقرأ الويف اللي هو 44.1، يعني 44.1 لازم يكون الويف هو 44.1. هلأ كيف راح نسوي تسجيل الصوت؟ راح أمشي معكم خطوة خطوة. أول شغلة إنه إحنا راح نسجل صوتنا. ممكن نسجل صوتنا إذا عندنا أي جهاز تسجيل، ممكن عن طريق الكمبيوتر، ممكن عن طريق التليفون. هلا انا بالنسبه لي عم بستعمل التليفون حتى اسجل الصوت، خليني اعطيكم فكره عن طريقه التسجيل تبعتي. هلا انا بستعمل سماعات تبعون التليفون الخلوي الموبايل عشان انه اشبك هدول السماعات بالاورج. مش راح اشبكهم بالموبايل، بشبكهم بالاورج. فانا اكيد راح احتاج الادابتر اللي هي هاي زي ما انتو شايفينها، وبنشبكها على التليفون. لحظة شوي، مش على التليفون قصدي، على السلك. هلأ هي هيك صار شكلها. اوكي، نيجي نشبكها على الاورج.
من المدخل هذا، وبحط السماعة بدانتي وببلش أعزف الغنية، وبشغل الإيقاع على أساس إنه لما أسجل الصوت أسجل الصوت لحاله بدون صوت الأورج. صوت الأورج عم بسمعه بدانتي، عم بسجل صوت الأورج لحاله، بغني أنا بسمع صوت الأورج، بسجل صوتي لحاله، عفوا صوتي لحاله. لو غنيت أنا رح أكون على سرعة الإيقاع المطلوبة اللي أنا محددها، وعلى طبقة الصوت اللي أنا محددها. اللي راح أسويه أنا بالتليفون إنه بدي أفوت هون بوسط التليفون، في الأيكون اللي بالوسط اسمه تولز، نكبس عليها، في إشي اسمه فويس ريكوردر، وبكون أنا هلا حاطط السماعة بدناي وبشغل الإيقاع على الغنية اللي بدي إياها، ببلش أعزفها من الأورج وبغني معها، بكبس تسجيل. هلا وكبسنا تسجيل بالأحمر هاد، تعال ننسى أيام اللي راحت، أيام العذاب المر والسنين اللي ضاعت. ومنوقف التسجيل. أوكي، هلا احنا لما سجلنا الغنية طلعت عنا بالشكل هذا، المقطع راح يطلع بالشكل هاد. ممكن نعمل احنا اديت الزيادة هاي بالبداية، منشيلها على اساس انه احنا اول ما نكبس الكبسة بالمالتي باد يبلش يغني، ما يكون في فراغات، فاحنا منشيلها هيك ومنجربها كيف اذا زبطت. خلينا نجرب نشغل أيام العذاب أول هيك، إذا ببدأ بدون أي فراغ نرجعها. تعال ننسى. هلا في برامج تانية على الكمبيوتر ممكن نستفيد منها كمان، بالويفز قديش نقص قديش نظبط، كل واحد أكيد له طريقته. هلا إحنا مدام شفناها هيك تمام، بنعملها بالمقص هذا اللي تحت على اليمين، في مقص نكبس عليها ومنكبس على ديليت ديمت اريا اللي هي هاي التحتانية، على اساس انه يخلي بس هذا ويشيل البرانيات. بعدين بنعملها سيف، بنقول له ريبليس على اساس يشيل الاصلية. ظلت هي زي ما احنا هلا اخترناها، هي اسمها فويس 001. هلا احنا سجلنا الصوت على التليفون. هلا في عندي برنامج تاني مشان يحول الاصوات يصير اكثر من صوت، يعني ياخذ من الصوت الاصلي ويحوله، اللي هو هلا على السريع انا مشيت، هو اسمه فويس تشينجر، نزلته من البلاي ستور هيو تحت، هذا اسمه فويس تشينجر اذا لاحظتوه. بشغله هيك وبعمل open an audio، لو فتحت هيك open an audio هيك ممكن يطلع الصوت اللي انا سجلته، مثلا هاي هذا voice. تعال ننسى ايام اللي راحت، ايام العذاب المر وسنين اللي ضاعت. بعمل نفس الشي voice. تعال ننسى أيام اللي راحت. هيك صار عندي كمان صوتين بالإضافة للصوت الأصلي، اللي هو مرة تحول لجيرل، طبعا هو مش جيرل بالضبط يعني، بس إنه زي ما تقولوا على درجة، والبوي وطى درجة، فواحد على واحد أوطى مع الصوت الأصلي بصير تقريبا الحل وسط. فهلأ الثلاث أصوات هدول برجع بحطهم على برنامج الباور دايركتر اللي هو اسمه سايبر لينك، وبرجع بفرجيكم اياه. هلأ هو هذا برنامج السايبر لينك، اللي هو برنامج مونتاج، بعمل مونتاج للفيديوهات، بس أنا عم بستخدمه كمان للصوت. سايبر لينك باور دايركتر،
راح أشيل الأصوات في الفيديوهات هدول الموجودة أصلاً، بروح على هون Import Media، راح أختار الأصوات اللي أنا سجلتها، حطيتها هون بفولدر 7. أوكي، راح أختار هذا الأول والثاني والثالث، هذا وهاد وهذا، هاي نختار الأول بعدين الثاني اللي هو البوي، ونختار الثالث اللي هو جيرل. هلا لو اجينا نسمعهم كل واحد لحاله، ونسمع البوي او نسمع العادي، اول شيء تعال ننسى تعال ننسى نسمع البوي، تعال ننسى تعال ننسى نسمع الجير، تعال ننسى تعال ننسى. يعني هن كأنه صار عندنا 3 أصوات. برجع بنزلهم هون مشان نخلطهم مع بعض الأصوات ونشوف كيف بيطلعوا. نزلناهم هون، هلأ بنقدر هاي نوسعها، وسعناها هيك. هلأ اللي راح نشوف كأنه كمان في عنا فراغ هون بالبداية قبل ما تبلش الموسيقى، فهذا يمكن يكون أجزاء من الثانية نقدر نمشيه ونقصه، على أساس إحنا لما نكبس الزر تبلش على طول، ما يكون في فراغ على الوقت اللي بنكبس فيه الزر. لو نجرب هون نقص، نعمل سبليت ونجرب نشغلها، اشتغلت مع بعض. خلينا نشيل هذا الجزء الفاضي، نلغيه، ريموف. اوكي، هلا شوفوا كيف ال3 أصوات طلعت مع بعض. تعال ننسى تعال ننسى أيام اللي راحت، أيام العذاب المر وسنين. اوكي بنوقف. هلا احنا يعني بما انه الفيديو هذا او الاصوات هذه وافقنا عليها كل شيء تمام، بدنا نعملها البروديوس. عملنا بروديوس هون، في عندنا اوبشن يعملها ام بي 4 او اي في اي ام بي جي كذا، احنا بدنا اياها صوت، وصوت ممكن بدنا اياه نختار ويف. هاي اخترنا ويف، نيجي بنعمل له ستارت من تحت، هيك بكون خلص الموضوع. وبدنا نشوفه كيف طلع، بنروح على الماي دوكيومنت، بنروح على السايبر لينك، السايبر لينك اللي هو هيو هاد باور دايركتور، بعدين 11، فهو اخده هون وسماه بروديوس. هلا احنا ممكن نعملها مثلا رينيم، رينيم نسميها مثلا ملحم. اوكي، بس هلا هو اخذها ويف، ولكن الويف اللي اخده مش هو اللي بيقراه الاورك، احنا لازم يكون 4.4.1 الويف، لانه الاورك تبعنا بيقرا الويف 44.1 44.1. بدنا ندور على برنامج يحوله ل 44.1. انا لقيت انه في برنامج اسمه اي تيون، بننزله من الانترنت من المواقع، بتلاقي الاي تيون. لو اجينا نفتح الاي تيون هلا ونفرجيكم اياه. هلا خلينا هاي نحولها 44.1، نشوف كيف الطريقة. هلأ أنا كبست عليها مشان تشتغل، هي راح تشتغل على الآي تيون يعني أكيد. هلأ نستنى دقيقة بس شوي. أوكي، طبعا هذا هو برنامج الآي تيون، حطلع كل الأغاني اللي أنا كنت مشغلها من قبل. بس هلأ إحنا إذا رحنا على اللي هي تعال ننسى محل ما هي كانت بالسايبر لينك هون، هاي نيجي نشغلها ملح، سميناها ملحم، نيجي نعمل اشتغلت من هون. هلا بنوقفها شوي مؤقتا، بندور عليها وينها ملحم، ننزل راح نلاقي هون في سماعة زرقاء هيك جنبها، هذه بنعلم عليها.
وطبعا بنروح بنطلع فوق لعند فايل وبنقول له convert. طبعا في اوبشن حتى تحوله 4.4.1. انا هلا جاهز. طبعا انتم بدكم تفوتوا انه تختاروا انه هو يصير يحول ل 44.1. فهلا انا جاهز لانه بجهزه من قبل يحول. بنقول له create wave version. هلا هيك بكون حوله. بدنا نروح نشوف الصوت وين راح. بنروح على الميوزك، بنروح على الاي تيون، بنروح على اي تيون ميديا، بعدين ميوزك، بعدين unknown. راح نلاقي ملحم، هيها صارت موجودة هون. وهلأ ممكن انه تكون هي جاهزة حتى نشغلها على الأورج. طبعا هلأ احنا بعد ما نكون نسخنا الفايل اللي سميناه ملحم، نسخناه على الفلاش اليو اس بي، بدنا مثلا احنا جهزنا الغنية تبعتنا بتكون مثلا جاهزة بالرجستر هون فرضا ملحم. هلا احنا بدنا هدول الايقونات اللي هن الكبسات هدول المالتي باد يشتغلوا على ملحم بركات. هلا انا شايف هون في الباد شيء اسمه بيات كذا، لا احنا بدنا نغيره. فلو كبسنا عليها راح يطلع كل البادات هدول. احنا بدنا نبرمج اللي اخذناها في شيء اسمه اوديو لينك هون. لو اخترنا الاوديو لينك نقول له اوكي، راح يطلع معنا الشكل هذا. طبعا امتي يعني فاضي، نختار اول وحدة. من وين بدنا ناخذ؟ من محل ما احنا سيفنا. انا مثلا سيفها هون عند ملحم، وزي ما شفتوا انا سميتها ملحم اللي هي هاي. اوكي، او بلاش هاي، فرضا انه انا سميتها اللي هي تاع ننسى 31 هاي. اوكي، هلا هاي محول ل 44.1 وماخدها انا على اليو اس بي. فمجرد كبست عليها صار هون اللي هو رقم واحد يضوي ويطفي. نيجي نسمعها نشوف، نكبس عليها. تعال ننسى تعال ننسى ايام اللي راحت. اوكي تمام. هلا فرضا بنرجع لهاي الشاشه اللي قبل هاي اكسيت، بدنا نبرمج رقم 2. رقم 2 بنكبس عليها، بنختار اللي هي هاي تاع 32. فصار عندنا هذا 2 يضوي ويطفي. لو اجينا نعمل هيك، اوكي هلا هيك صار الوضع تمام. نقدر احنا نعزف الغنية ويصير ورانا كوراس زي المقطع اللي فرجيتكم اياه بالبداية، وهلا ممكن كمان اعيد لكم اياه. Yeah.
طبعاً الباد إحنا بنقدر نعلي صوت الباد أكثر من هيك، نقدر نوطي زي ما بدنا نتحكم فيه. هذا اليوم الفيديو اللي قدمت لكم إياه، إن شاء الله لو قدام شوي رح أعطيكم فيديوهات كتير تستفيدوا منها. بتمنى الكل يعمل سبسكرايب للشانل تبعتي اللي اسمها سامر مسيح، حتى انه نضل على تواصل وتقدروا توصلوا لكل معلومات جديدة، ويعطيكم العافية.